مساء الخير جميعا، نورتوا بيروت. اهلا وسهلا فيكم برحاب ام بي سي. يسرني جدا باسم مجموعه ام بي سي لقائكم اهل الصحافه والاعلام من كافه اقطار الدول العربيه ومن لبنان لنعلن سويه اطلاق الموسم الخامس من ذا فويس الذي يبدا على الهواء السبت المقبل 21 سبتمبر. تنقسم امسيتنا الليله الى جزئين، الجزء الاول مع اطلاق ذا فويس لموسمه الخامس، والجزء الثاني مخصص لاطلاق والتفاصيل المحيطه ب ام بي سي شمال افريقيا. نطلق قناه جديده الليله، هذا ليس حفل الاطلاق، هذا حفل الاعلان عن الاسم والتفاصيل المتصله بها من حيث البرمجه وابرز المسلسلات والافلام. اذا اسمحوا لي باسمكم ان ادعو النجوم المدربين في ذا فويس للانضمام الي لنبدا المؤتمر الصحفي. ابدا براغب علامه، تفضل راغب. يدعي راغب وانا اذا حبيته احلام للانضمام الي. الآن سميرة سعيد. واخيرا وليس اخرا حمائي. اذا قبل ما نبدا بالاسئله والاجوبه بس بشكل مختصر، موسم خامس جديد متجدد من ذا فويس على ام بي سي. اولا اهميته انه بيطلع على قناه جديده نعلن عن اسمها بعد لحظات، للمغرب العربي، الجزائر، تونس والمغرب طبعا. ثانيا النجوم المدربين، ما في غير احلام من السيزون الرابع، ولكن طبعا ينضم اليها راغب وسميرة سعيد وحمائي. ثالثا موسم فيه ست جديد، صح كمان عامل السنة ذا فويس كيدز وذا فويس، سيت جديد، ديكور جديد كامل بالاستوديو، توليفة جديدة. مش رح طول عليكم، رح نحكي بتفاصيل ذا فويس. لنبدأ بانطباعات النجوم المدربين كل عطريته عن الموسم اللي صورنا بلايند اوديشنز منه، وبعدين نفسح المجال امام اسئله الصحفيين. مثل ما بتعرفوا في حضور الليله لصحفيين من كل العالم العربي، وفي ضيوف بلوجرز ويعني مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن يبقى هذا مؤتمر صحفي مخصص للصحفيين. فتفضلي ست سميرة، انطباعك عن ذا فويس صورنا بعض الحلقات من البلايند اوديشنز.
أنا السنة دي كما كل الناس عارفة إن أنا أول سنة دي الأول كنت متوكسة شوية عالم جديد بالنسبة لي، لكن ممكن أول حلقة بالنسبة لي كانت شوية كده كنت بحاول أخش جوه المود، لكن من بداية من تاني حلقة لا حسيت إنه الموضوع حلو قوي، ابتديت أنا شخصيا أستمتع. وبعدين المتعة عندي كانت أكتر من حجم الأصوات الرائعة اللي كانت موجودة عندنا يعني أو اللي موجودة معنا حاليا، يعني عندنا يعني كم أصوات، يعني يمكن أول مرة ألاحظ إنه من كافة الوطن العربي في أصوات في منتهى الجمال، مختلفة الثقافات، مختلفة يعني متنوعة، المغرب، العراق، سوريا، لبنان، مصر، وكل الأصوات بدون أي استثناء يعني كانت حلوة قوي. وأنا شخصيا يعني لغاية دلوقتي أنا يعني مستمتعة بالتجربة، هي دي تجربة أول مرة بس الحقيقة مستمتعة بها جدا جدا جدا، ولو إن الموضوع حتى ذاته صعب لأنه كثرة الأصوات الحلوة إحنا يعني كلنا ما كل الموتشز مش محتارين يعني من كتر حلاوتهم يعني. الله يكون في عوننا ويساعدنا على أساس إن إحنا نختار أحسن حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. يسعدني لحن الجميع. أنا سعيد إني شارك بـ The Voice ولأول مرة، وسعيد جداً إنه المؤتمر الصحفي صار من بعد تصوير مرحلتين من The Voice اللي هي صوته بس Blind Audition واللي هي الباتل بعد ما بلش حقيقي، بس إحنا عملنا سمعنا أصواتنا. سعيد إني بلغكم بإنه المستوى الأصوات الموجودة بـ The Voice مستوى رائع، مستوى متعب، لأنه نحن بمكان يعني قراراتنا ستكون قدام الناس يمكن مشحفة، لأنه عندك صوتين كتير قوية بيجيين عم يعملوا باتل قدامك، بدك واحد بده يروح على بيتك والتاني ده المعدة كده التاني بده يروح على بيته، بيوجع قلبك إنه بغني هالقد كتير حلو وأحسن مننا نحن الفنانين اللي قاعدين عم نعمل مدربين لهم مع كل خبرتنا. صح نحن كنا ضايعين هذا الكم من الأصوات، فهون أنا بدي وجه تحية للجان اللي راحت اختارت أصوات وسمعوا أكثر من 20,000 صوت وجابوا لنا 120 صوت من أحلى الأصوات اللي بالعالم العربي اللي نحن اليوم الأربعاء المدربين رح نتخانق عليها لإيصال الأفضل. بتمنى أن يكون النتيجة من مصلحتي. بس أحلام كنت بالموسم الرابع نجحت بفريقك الفائز ذا فويس، شو انطباعك عن العودة؟ مدربين جدد، استوديو جديد، تجربة جديدة. أول أرحب فيكم جميعا كل الإعلاميين الموجودين معنا، أهلا وسهلا فيكم كل الموجود واحد واحد، كاميرامانية كل MBC. على أول شيء أستاذ مازن كمان أرحب فيه لأنه أول شيء وحشني من زمان عنك، كل طاقم MBC الموجودين معنا والطاقم MBC اللي مسؤولين عن The Voice بالتحديد، لهم مني تحية خاصة على المجهود الجبار اللي عم بيبذلوه وراء الكواليس اللي الناس ما عم بتشوفه، الناس ما تشوف هم ايش قاعدين يسوون عشان The Voice يطلع لايف ويطلع مرتب هالكثر، يطلع هالكثر فخم وراقي ومثقف فنيا. حقيقة من قلبي أبي أشكرهم. السنة عندنا أصوات كثير حلوة، بس قبل ما أحكي كمان عن الأصوات أبي أتكلم عن إنسانة أنا من الناس اللي جداً أحبها وواحدة من جمهورها. في يوم من الأيام كنت أحلم إنه أشوف سميرة بن سعيد واليوم موجودة معنا في The Voice. أبغى أقول لك نورتي، إضافة كبيرة لنا ولبرنامج The Voice وللMBC أكيد. والأصوات كانت رائعة رائعة، يمكن إحنا كلنا الأربعة ولا واحد فينا كنا متوقعين انه يكون عندنا هالكثر اصوات، والدليل ان نحن يوم اللي اخترنا يعني نحن في الحلقه الثالثه كنا منتهين من الاصوات اللي اخذناها تقريبا، طلبنا اضافه اصوات اضافيه، اخذنا اصوات اضافيه
عشان نقدر نكمل الحلقة الرابعة والخامسة. وشكرا كمان ام بي سي وكمان ذا فويس قدروا انه يضيفوا لنا اصوات جديدة, واخترنا كمان اصوات كانت رائعة بمنافسة قوية. احنا 4 مدربين كلنا عندنا اصوات حلوة. هالمرة ما اقدر اقول انا ذا فويس, ما اقدر اقول ان شاء الله اخذ ذا فويس. انا بقول انه اي واحد فينا بياخذ ذا فويس واللي مبروك, لانه فعلا الاصوات اللي عندنا رائعه. شكرا لكم. شكرا احلام حمائي, مدرب كوتش بذا فويس بذا فويس كيدز. تجربه حلوه تجمع بين الاثنين. شو انطباعاتك عن الموسم الخامس التصوير؟ كيف عم بتحضر حالك لذا فويس كيدز؟ اولا مساء الخير عليكم جميعا, وتحيه لكل الحضور وبشكركم على حضوركم, وتحيه لاصدقائي النجوم الفنانين اللي انا سعيد حقيقه ان انا بشاركهم الموسم الخامس من ذا فويس, سميره سعيد, راغب علامه, احلام, وتحيه كبيره للاستاذ مازن. الموسم الخامس من ذا فويس يمكن انا قادر اقول عنه دلوقتي, يمكن يبان للناس انه بدري شويه, ولكن انا قادر اقول ده بثقه انه موسم استثنائي عن كل المواسم السابقه في ذا فويس لأكثر من سبب. أولاً الأصوات, الأصوات مش طبيعية السنة دي. أنا أتخيل السنة دي إن شاء الله الناس هتسمع أصوات مفرحة, حاجة تشرف, حاجة تطمن على مستقبل الفن في الوطن العربي. اختلاف الأصوات والشخصيات الأصوات, أنواع الغنى كتير. يزيد عليهم كمان إنه الشخصيات كمان مهمة. المواهب مش بس أصوات حلوة, لا كمان بعد ما لفينا وسمعناهم وقربنا منهم أكتر, شخصياتهم كمان تبشر بنجومية إن شاء الله. يعني هيبقى عندنا نجوم كتير في الوطن العربي من الموسم ده من ذا فويس إن شاء الله. التجربة في ذا فويس وذا فويس كيدز هي شوية فيها اختلاف, لأنه ذا فويس كيدز أنا بقول إنه more emotional, يعني المشاعر فيه بتتدخل بشكل اكبر. العلاقه مع المواهب الصغيره, الاولاد الصغيرين, علاقه مختلفه تماما. حتى التوجيه وطريقه التوجيه مختلفه. يعني الطريقه اللي احنا بنتكلم فيها مع المواهب الكبيره مش ضروري تكون هي نفس الطريقه في التوجيه للمواهب الصغيره, لانه بشكل تاني خالص, الاستيعاب مختلف. وبالتالي انا بحس انه برنامج تاني خالص. يعني ذا فويس وذا فويس كيدز هما برنامجين مختلفين, تجربتين مختلفين تماما. والحقيقة أنا سعيد جداً بيهم الاثنين, وأتمنى رب إن شاء الله أنتوا كمان تكونوا مبسوطين بيهم. شكراً. بالمناسبة نحن سننتج NBC The Voice Seniors اللي هو لعمر 60+, حلقات خاصة لبرنامج مواهب لمن هو فوق عمر 60 سنة. توقعوا بسنة 2020 على شاشة NBC, لأنه في مواهب رائعة عندها أصوات حلوة بلغت عمر ما بحق لها تبرز, ويعني تسلط مواهبها على الشاشة. بتمنى نبدأ بالأسئلة والأجوبة سريعاً. تمنياتي إنه سؤال لكل زميل تنفسح مجال أمام أكبر عدد من الأسئلة. وثانياً من فضلكم الاسم الكريم والمؤسسة الإعلامية التي تمثلون. مساء الخير. مش في مفهول من موقع بلا رقابة. بدي رحب بالجميع, لجنة التحكيم, بالديفا سميرة سعيد, لأنها أول سنة بتكون معنا بلبنان أو ببروجرام مثل هيدا. بدي أسألك أستاذ مازن, بما أنه طرح كل الأسئلة, جمعتوا المجد من أطرافه رجعتوا, أحلام, الفنان أحلام مع الأستاذ راغب علامة, شو صار بهالمفاوضات وشو بتتوقعوا بهذا الموسم الجديد؟ في دينامية جديدة إيجابية وحلوة كثير بالموسم الخامس من ذا فويس. وجود راغب وأحلام وست سميرة وحمائي له رونق خاص. البرنامج مثل ما تفضلوا قالوا في 17 مشاركة, 17 بلد عربي مشارك عبر يعني المواهب. يعني فيه صفة تمثيلية عالية, فيه بعد إنساني عالي, فيه استوديو جديد, فيه بلوك بيقدر أحد المدربين يعمل بلوك للمدرب الآخر, فيه إضافات يجعل منه مرن جدا وسريع جدا. طلوع وسبت المقبل على الشاشة. بعد كلمة أخيرة, مدام أحلام شو بتقولي لأستاذ راغب, وأستاذ راغب شو بتقول لمدام أحلام؟ قلتهم قال لا كلمة أنا قلت لها بشوي I love you. أنا I love you بعد. برافو.